لأصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء بمسافة 6 كيلومترات مع هذه الأسماء العملاقة المنطلقة والتي تظهر أمام حضراتكم مشاهدينا الأعزاء. ينطلق هذا الشوط وننطلق أيضا بإعطاء الوصف التفصيلي لما يدور من تحدي وتبادل ومنافسة قوية تظهر مع هذه الأسماء مع المراكز العشر المتقدمة. وفي المركز الأول هنا من تتواجد المسك على المركز الأول من هجن الرياض اللي ضمره السيد عيسى بن احمد بن مايد الخيالي من تتواجد لدى مقدمة هذا الشوط والمركز الاول. ننتقل الى المركز الثاني، القويصية تتواجد في المركز الثاني خلال هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم اللي ضمره السيد علي بن راشد بن غدير، بينما المركز الثالث تاتي سحايب على المركز الثالث في هذا الانطلاق من هجن العاصفة، حمد بن راشد بن حمد بن غدير يتولى عملية تغمير سحايب. بينما ننتقل إلى المركز الرابع لدى وجود غزوة التي تأتي بهذا القزو نحو الفوز والناموس، غزوة من هجن الرياسة، أحمد بن مطر بن مايد الخيالي من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. المركز الخامس تدخلت الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان، ناجم بن علي القيلاني من يأتي ليقدم أيضا الشاهينية في المركز الخامس خلال هذه اللحظات. بينما المركز السادس تنطلق أيضا المسك هناك مشاهدينا الأعزاء، وتدخلت أيضا مديرة على المركز السادس من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي. المركز السابع تتواجد أيضا منهج على المركز السابع من هجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي من يقدم الثنتين في هذا الانطلاق. بينما المركز الثامن تدخلت وخلال هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء تاتي مقصصه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم سعيد بن عبيد الحميري من يقدم هذا الاسم. بينما المركز التاسع تصل الشاهينيه من هجن الرياسه وراشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم الشاهينيه في هذا الانطلاق. والمركز العاشر تتواجد ايضا النشميه على المركز العاشر من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يقدم النشمية خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل، خلال هذا التحدي المثير، خلال أيضا رحلة شوط الختام في هذه الأمسية الترادية من خلال انطلاقة هذه الأسماء التي تجمعت أيضا في ختامي الوثبة. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى من تقود هذه الإبكار، من سوف يكون خاتما لأشواط هذا المساء من هذه الأبكار المنطلقة أمام حضراتكم مشاهدين الأعزاء. وما زالت المسك، ما زالت المسك على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول بشعار هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. اقتربت الأسماء، انطلقت الأسماء، وصلت أيضا القويصية هذا الاسم الترادي يأتي به أيضا قائد الفرقة قائد العمليات في الفرقة 11 علي بن راشد بن غدير، والتي تحمل شعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم من يقدم القويصية. خذت المركز الثاني في هذا الانطلاق الرائع والجميل. الله، المركز الثالث غزوة غزوة غزوة، تدخلت غزوة، انطلقت غزوة بشعار هجن الرياسة والفيلسوف احمد بن مطر بن مايد الخيالي. هذه هي القاب المضمرين الذين يتابعون هذه الاسماء، وصول خطير من مديره وسط اجواء الاداره ايضا التي تنطلق في هذا المهرجان. هذه هي مديره من هجن الرياسه مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. والمركز الخامس الشاهينيه، الشاهينيه تدخلت الشاهينيه بشعار هجن الرياسه راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم هذا الاسم في هذا الانطلاق. منهج، منهج تدخلت، منهج انطلقت مع المركز السادس من
منهجنا الرئاسة ويضمر منهج السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي مع المركز السادس في هذا الانطلاق. المركز السابع تأتي أيضا الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي القيلاني، يأتي مع انطلاقة الشاهينية بالمركز السابع. المركز الثامن وصلت النشمية، تدخلت النشمية، انطلقت النشمية في هذا المسار بشعار هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير قادم مع انطلاقة النشمية بهذا الأداء المميز بهذا الانطلاق الرائع. ولكن المقدمة الصدارة هجن الرئاسة تسيطر أيضا على مقدمة هذا الشوط من خلال انطلاقة المسك ومن خلال وجود الشاهينية ومن خلال انطلاقة غزوة. هذه هي الثلاثة الأسماء التي تسيطر أيضا على المقدمة في موقع واحد مع أيضا البارع مع المستحيل مع الفيلسوف. هذه هي الأمتار الأخيرة والانطلاق يأتي مع المسك بمقدمة هذا الشوط بالمركز الأول لهجن الرئاسة بمتابعة البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي الشاهينية في المركز الثاني. تدخلت هناك مع هذه اللحظات لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري ووصول وصول خطير مع غزوة غزوة غزتن غزوة تنتين انطلقت مع المركز الثالث لهجن الرئاسة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الكوكب الثلاثية المنافسة الثلاثية النجوم الثلاث التي بدأت تصلح مع الأمتار الأخيرة من خلال هذا الانطلاق من خلال هذا التحدي الرائع والجميل لدى انطلاقة هذا الشوط. وغيرت الشاهينية غيرت الشاهينية إلى مقدمة هذا الشوط وانطلقت غزوة انطلقت غزوة جولة الأوامر الأخيرة. خلاص الشاهينية الشاهينية غزوة قادمة غزوة قادمة الشاهينية وغزوة غزوة وشاهينية التحدي الثنائي. غيرت غزوة الشاهينية ما زالت صامدة من الجانب الآخر لتنطلق نحو الفوز والناموس. ولكن الله غزوة 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 خلال هذا الانطلاق خلال هذا التحرك هذه هي غزوة انطلقت مشاهدين الأعزاء بمقدمة هذا الشوط لتعلم بالانطلاق الرائع والجميل بالتحدي المثير على مقدمة هذا الشوط. هجن الرئاسة هجن الرئاسة هجن الرئاسة هجن الرئاسة تسيطر على المركز الأول من خلال انطلاقة غزوة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة تهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثاني شاهينية من هجن الرئاسة، المركز الثالث وصلت النشمية من هجن العاصفة، بينما المركز الرابع المسك من هجن الرئاسة، والمركز الخامس كان من نصيب القويصية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع والجميل على هذا التحدي المثير خلال انطلاقة هذا الشوط، حيث أتت غزوة لأيضا تنطلق بهذا الشوط لتقدم هذا الناموس لهذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة. تهانينا والناموس. هذه هي لحظات أيضا الانطلاق لحظات التسلل والتجاوز، حيث أتت غزوة لتقدم ناموس هذا الشوط لهجن الرئاسة بتوقيت زمني 9:10 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا للفيلسوف أحمد بن مطر بن مايد الخيالي على هذا الفوز والانتصار. الشاهينية في المركز الثاني بتوقيت زمني مقدار 9:11 خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هجن الرئاسة. تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. والمركز الثالث كان من نصيب النشمية لهجن العاصفة بتوقيت زمني مقداره 9:17 سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الواثق أيضا على هذا التضمير مع النشمية حمد بن راشد بن غدير. تهانينا والناموس لك.